ماذا تقول في مناهضة وسائل التواصل الاجتماعي لمشروعها؟ اعطيني واحد بالعراق مهما يكون موقعه بالمسؤولية ما تناولوا الفيسبوك بالجانب السلبي وليس الإيجابي. ما هي درجة نجاحها في إدارة مشروعها في البنك والحياة؟ ناجحة في عمل المصرفي لحد ما، ناجحة في بيتي كربة بيت لحد ما، في حياتي الحمد لله ناجحة، بس هو ماكو نجاح نقول هذا نجاح كامل، الكمال لله. هل عندها دفاع تقدمه أمام مناوئيها؟ أمام من أدافع عن نفسي؟ أمام المجهول؟ أمام خفافيش الليل؟ أنت خلي يجيني الخصم قدامي عنده شيء من الحقيقة، أكيد أدافع عن نفسي. حمدية الجاف الخبيرة المصرفية، قصة نجاح وبقاء في أطراف الحديث على الشرقية. مرحبا، هذا لقاء آخر يتجدد، وأحلى خميس يجعلكم على تواصل مع عواصم الفن وكواليس أهلها. أهلا بكم في تراتشي. اختتمت في القاهرة أعمال الدورة 24 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التي ضمت عدداً كبيراً من نجوم الغناء في كل أنحاء الوطن العربي، منهم سميرة سعيد، صابر الرباعي، علي الحجار، مدحت صالح، نادية مصطفى، سعدون جابر، محمد عساف وأنغام، التي أحيت حفل الختام. الزميل محمد سعد من القاهرة تابع عدد من حفلات المهرجان وحفل الختام من خلال التقرير التالي. عندنا مهرجان الموسيقى العربية هيكون فيه مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين والعرب، وبنستعد بعد كده لمهرجان القاهرة السينمائي اللي هيقيم عندنا هنا إن شاء الله، وبعدين طبعا بنخش على بداية احتفالات السنة الجديدة، وده شيء أو مؤشر رائع وجميل الحقيقة جدا جدا. ولازم أوجه كل الشكر لمن سبقوني في رئاسة هذا المكان، لأن لولاهم ما كناش استمرينا وما كانش هذا الصرح فضل زي ما هو برونقه لغاية دلوقتي. وكمان أقول إن أنا بديت معاه من البداية خالص، فطبعا كلنا يعني إن هالحالة دي هتحسها النهاردة في كل الناس، حتى الجمهور ولكن من العاملين والفنانين جوه المكان، إحساسهم إن ابنه بيكبر معاهم، فكلنا عندنا الإحساس الجميل ده وسعدة بيه، لأن طبعا 27 سنة من العمر مش قليل. يعني الأغنية البداية دي اسمها طول ما أنت بعيد، أنا الأغنية ما سمعتهاش أول ما اتبعتت، طبعا ده كان تقصير كبير، وبعدين لما سمعتها ولقيتها على الايميل بتاعي متاخره قوي، يعني بقالها زمان، انا جالي انهيار عصبي لان حسيت ان ممكن يكون ده الاغنيه دي لحد تاني. فطبعا كلمت وانا عندي يعني جنون، حاله جنون، قلت له ارجوك ما تكونش سمعت طول ما انت بعيد لحد تاني، والحمد لله ما كانش سمعها لحد تاني وقعت. عشان أنا مش ببقى حبيبتك غير في الأحزان، بس المرة دي أكيد بحس.
أنغام يعني أنا هي ليها خصوصية كده وبتعمل لي حالة ومتعة معينة ما بحسهاش مع حد تاني. وأنا من جمهور الست دي جدا، ودي يمكن تالت سنة يبقى عندها الحفلة دي بحضرها، فبس فجاي عشان استمتع، جاي احضر بالذات يعني حفله انغام. انا بس مشغول يومين دول كده بصور، وغالبا بيبقى تقريبا وقت فتره المهرجان برضو ببقى تقريبا بصور يعني، بس انا ببقى يعني ببقى عايز اجي احضر الحفله دي. علامة مميزة جدا في العالم العربي كله، ونجاحاته تعتبر نجاح لنا احنا كفنانين في كل مجال. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الموسيقى غذاء للروح، ولما يبقى فيه غذاء للروح نقي وجميل كما بنسمع في الموسيقى العربية في هذا الصرح الجميل اللي هو الأوبرا بقيادة الدكتورة إناس عبدايم، بنسمع المزيكا دي بتنفض المزيكا الجديدة اللي احنا مش عارفين مين بيغنيها ومين هما، فلازم نحضر الحفلات دي وبالذات في البداية وفي النهاية. في مجلس الأعمال العراقي في الصوفية بعمان، أقامت الفنانة العراقية ياسمين عمر معرضاً يوثق عيشها وانتقالها بين بغداد، براغ، السويد ولندن. قال عنها زوجها الروائي الراحل محمود البياتي في دليل المعرض أن ياسمين ترسم بمهارة الغجريات مع الحجر المصبوغ وقطع الموزاييك، تذر على الزيت رماداً وطيناً يحترق بينما قلبها يواصل الضحك من شدة الألم. حضر المعرض عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية والعراقيين المقيمين بعمان. إليكم جانباً من هذا المعرض. ياسمين تمتاز بالحداثة وبتناول موضوعات في غاية الجدة، وأسلوبها باستخدام الكتلة وألوانها حارة، وفي الوقت نفسه هي تعبر عن مدرسة جديدة انطباعية فيما يتعلق بالرسم وفيما يتعلق بالفن.
هي المعرض الأول إلها في الأردن، إلها معارض سابقة أيضا. مثل ما تشوف هي الألوان، هي استخدمت ألوان في منها المفرح في منها الحزين أصلا، وخلطتهم مع بعض حتى تطلع لها أيقونة من الأمل الجميل في عمق اللوحات اللي استخدمتها. طبعا طريقتي بالرسم انه اني اعبر عن الحضاره واعكس الحضاره بشكل فني حديث، واحاول ابقي الاصاله. الوان هي الوان حاره، الوان شرقيه، ان طبيعتنا لانه الوان، الوان الجوامع، الوان الآن الأحداث اللي تصير شوفوا هواية حمارات بيها. يعني إحنا الفنانين ما نكون أكيد ما إحنا خارج الأحداث اللي تصير بوطننا. أنا أحاول أخدع نفسي بهذه الألوان حتى تخليني أتصور إنه أو أتخيل إنه بلدي بعد جميل، وإن شاء الله يصير بالمستقبل. الحسيني تنقل بين بغداد، دمشق، القاهرة وعمان. عمل في مطلع حياته مديرا للإضاءة قبل أن تسلط عليه الأضواء ممثلا. وقف أمام الزعيم عادل إمام في مسلسل فرقة ناجي عطلة، وهذا مصدر افتخاره. الحسيني ينتمي إلى عائلة دينية، رغم ذلك فقد حقق نجاحا لافتا. الزميلة حنين الياس التقطته بعمان وكانت هذه الدردشة. الفنان مهدي الحسيني أبو كرار، أهلا بك بتراتشي. أهلا وسهلا بيك وبقناة الشرقية. تسلم. ومشاهدي قناة الشرقية. تسلم، أشكرك. سمعت عن ابنك محمد وعن بنتك وله، لكن ما سمعت شيء عن كرار. شنو قصة كرار؟ هو يعني الابن الكبير اللي هو أصغر من وله. كرار أيضا يعمل بالوسط الفني كمدير فني وديكوريشن وإضاءة وتصوير في المسلسلات والكليبات. أي هذا بالنسبة لكرار. بنتي ولا متزوجة وعندي من عندها حفيدة. الله يخلي لك إياها. الله يسلمك جنات. ومحمد ممثل وكان له حضور في كثير من الأعمال وخصوصا في قناة الشرقية، يعني شخصية جعفر في مسلسل آخر الملوك. صحيح. زائدا مسلسل دولة الرئيسة. أيضا الآن هو انتهى من عمل مسلسل هنا في عمان، وشخصية رئيسة مع الفنان زهير محمد رشيد ونادية العراقية وسعد خليفة. نتمنى للموفقية احنا. شكرا. مرة انت قلت الفنان طائر مهاجر، لو يوقف على غصن متين لو يوقع بركة مي غير صالحة للشرب. آسنة. أنت وين هسه؟ أنا لازلت مهاجر ولكن قريبة جدا من حدود وطني. عندما ألتفت أرى العراق. لم
أو بالأحرى لا تسمى هجرة بمفهوم الهجرة، لأني أنا قريب. عندما كنت في الشام، الشام الحبيبة، لمدة 6 سنوات أنا محادد للعراق، والآن في عمان كذلك قريب جدا لل... أنت كنت تقول بأغلب لقاءاتك وبأغلب الأوقات كنت تقول الشام هي أفضل بيئة حاضنة للدراما العراقية، وهسه لا، الآن ظرف الشام واضح جدا ما يجري في من حرب، نعم، ودمار أيضا للأسف للشعب، للبنى التحتية. طبعا الشام ما عادت مع الأسف، نتمنى أن تعود معافية متعافية، وكذلك يعني العراق الحبيب. تحن لبيتك بالشام؟ مو أحن، أنا أستعير تشبيه وهو أمي بغداد وخالتي دمشق، متى اللقيا حبيبتاي. شو وقت تركت العراق؟ شو وقت غادرت بغداد؟ أنت كنت في بغداد؟ 17/1/2007 وصلت مطار دمشق. بالتاريخ؟ نعم، دخلت مطار دمشق وبقيت في سوريا لغاية 14/1/2012. جئت إلى عمان وعملت مسلسل أيام الخلود مع المخرج علي أبو سيف، وعدت إلى بغداد بعد سنة من وجودي في عمان لمدة 5 أشهر. هاي كانت آخر زيارة لك؟ آخر زيارة. هذه 5 أشهر شلون شفت الوضع؟ ناس قبل الوضع هي بغداد كيف ما تكون، أمي إن كانت ملابسها رثة ولكنها نظيفة، وإن كانت ملابسها راقية جدا هي تبقى بغداد أمي. ولكن المؤسف والمؤلم أنني رشحت لأكثر من عمل عندما عدت إلى بغداد، وبالتحديد 3 أعمال أنا كان موضوع ولا زال على ما قمت بهم. لا، موضوع كروز على اسمي ممنوع من العمل، فخمسة أشهر لا أمتلك راتب ولا عندي السبب؟ ولا عندي تقاعد ولا قدرت أن أشتغل، فاضطريت أن أعود إلى الأردن، لأن يعني بسبب البعض من الذين الآن هم أصحاب القرار في مجال الثقافة أو يعني أي جهة أخرى هم ينكرون هذا. جماعتك الفنانين يقولون أنت شخصية قيادية وتليق بأنه تتولى منصب ما بالحكم، شنو تعليقك؟ ما خطر في بالي في أبد. يوم من الأيام، أولا أنا مو سياسي، أنا فنان، أنا صاحب قضية، قضيتي هي وطني، قضيتي ناسي، يعني أنا مع احترامي وجهات نظر ومواقف كل زملائي الفنانين، أنا عندي موقف واضح جدا، أنا لا أنزع ثوب وألبس ثوب، وكذلك هناك الكثير من زملائي الفنانين بهذا الشكل. إحنا لا يمكن أن نتغاضى عما يجري في البلد ونجعل من الحياة أو نوصل للمشاهد أن الحياة وردية. أنت قلت قبل قليل، قلت أنه أنا مو رجل سياسي، انتهز هاي الفرصة ووجه كلمة فيما يخص البلد، لو كان عندك كلمة تحب توجهها شو تقول؟ شو تقول للحكومة؟ شو تقول للشعب؟ شو تقدر تقول؟ إحنا شغلتنا فنانين، نريد أن يعيش الشعب العراقي حياة كريمة، وإحنا من ضمن الشعب العراقي. أنا بالنتيجة مواطن عراقي، أعتز وأتشرف أنني عراقي من أب، كما يقال مو من سابع ولا عاشر ظهر، من زمان، من وإحنا نفتخر بعراقيتك. طب شنو ضاف إليك مشاركتك بمسلسل فرقة ناجي عطا الله؟ أضافت شيء مهم لمشوارك الفني؟ أكيد، وإن كانت مشاركة متواضعة ولكنها مهمة جدا. أولا لأنه هو مسلسل مع النجم عادل إمام ومجموعة أيضا من فنانين مصر، وكذلك معي مجموعة من نجوم العراق، مشاركة مهمة وحققت لنا حضور، لأنه هذا المسلسل يعني من حسنات الأولى أنه في حينها عرض على أكثر من 10 فضائيات عربية مهمة. صحيح. وكذلك فضائيات يعني عراقية الشرقية، مشاهدة عالية جدا. نعم. ولحد هذه اللحظة يعاد هذا المسلسل، يعني حقق لنا حضور، وهذه حقيقة مو أول تجربة إلي، أنا إلي تجربة مهمة في هدوء نسبي مع المخرج التونسي شوقي الماجري، أيضا نعم. مع الفنان جواد الشكرتي وفنانين عراقيين آخرين، آسيا كمال وباسم قهار، وكذلك أنا عملت في الأردن عمل مشترك
مع الفنان طلعة الزكريا والفنان أندريس كاف من سوريا. يعني إلي مشاركات ولكن تبقى محدودة ومتباعدة فما تحقق، ولكن يبقى الأمل والحلم أن تكون الدراما العراقية الخالصة هي ما نتمنى أن تكون مشاهدة عند المشاهد العربي. أكثر عمل حسيت أنه هذا هو العمل اللي قدمني أنا مهدي الحسيني بقوة؟ يعني هي كثيرة شيء مميز، ولكن نعم قميص من حلق الذيب سعدي أبو ستيل لقناة الشرقية بال2007 نعم. مع المخرج علي أبو سيف والمواطن جي مع المخرج الراحل عدنان إبراهيم. هذه كانت بدايات مهمة، ولكن أنا إلي بالعراق بدايات أيضا مع مخرجين عراقيين مهمين، يعني اشتغلت بالدراما وتوالت الأعمال. هي حقيقة كثير عندي أعمال مهمة، يعني آخرها ميم ميم. أبرز شخصية مسرحية ترفع إله أو إلها القبعة بنظرك؟ والله المسرح العراقي كبير. صحيح. ورجالات المسرح العراقي مهمين. نعم. يعني لا أستطيع أن أذكر اسم دون آخر. إذا ذكرت جواد الشكرتشي يعني أنت ما ذكرته. لا أستطيع مثلا أن أخفل ممثلين آخرين الآن، وخصوصا جيل الشباب. نعم. يعني فنانين مسرحيين لهم بصمة ولهم حضور، والمسرح العراقي من زمان متسيد الساحة المسرحية العربية، والدليل هو الشهادات والجوائز بالمهرجانات العربية المهمة، أمثال القاهرة التجريبي وقرطاج وغيرها. عندنا فنانين مسرحيين كثر. فنان بكيت لما فقدته وهو يعمل بالوسط الفني أو فنانة راحلين؟ أنا فقدت كثير ودعت، خصوصا بالغربة في سوريا. أكثر شخص أكثر واحد أثر بنفسك؟ أخي وصديقي اللي احنا اخوه واصدقاء من 78 الراحل عبد الخالق المختار، عندما ودعته في مطار دمشق وجثمانه صعد الى الطائره انا مو بكيت، يعني في حين بوسائل الاعلام اعتقد ظهرت، كنت ابكي مثل الطفل، لان فقد الصديق واخ لا يعوض، وخسرناه لانه شباب لا زال غادرنا وهو في قمه عطائه وفي عز شبابه. حضرتك كنت تعمل كمدير إضاءة بعدة أعمال فنية، أكثر عمل فني حقق نجاح وأنت كنت مدير إضاءة به؟ في مجال التلفزيون ما في شك مسلسل ذئاب الليل أبو جحيل، إخراج المخرج القدير حسن حسني، هذا عمل مهم وأعتز وأتشرف أني كنت مدير إضاءة وممثل به. أنا عندي بالتلفزيون، ولكني في الأساس أنا مصمم إضاءة مسرح. هل ما زلت تعمل بالإضاءة أم مع كبر العمر صار أصعب عليك الموضوع؟ لا، الغريب أنه آخر عمل اشتغلت به إضاءة سنة 2001 هي مونودراما مسرحية الأحدب للمخرج الصديق فلاح إبراهيم، وكانت بطولة الراحل عبد الخالق المختار على مسرح الرشيد. هذا آخر مسلسل تعاملت به بالإضاءة. أكو ناس حطوك بخانة ممثلي الكوميديا، تعليقك؟ لا، أنا اشتغلت مسلسلات بها كوميديا، أنا إذا صح التعبير ممثل كوميديا موقف، أنا ممثل كوميدي. الدراما العراقية بها ممثلين كوميديان أو ومهمين جدا، يعني على رأسهم صديقي أياد راضي اللي هو أيضا ممثل تراجيدي يعني دراما، وكذلك ممثلين كثر، يعني ممثلي دراما كوميديا ماجد ياسين، سعد خليفة، أسماء لا يزعلون. نعم. أصدقائي ناهي هواي ممثلين، أنا لا، أنا وشاركت البعض منهم في هذه الأعمال. أنا أشتغل كوميديا الموقف. عائلتك الملتزمة دينيا شنو موقفها من الفن، فنك أنت؟ هذا موضوع قديم في بداياتي، أنا بالفعل من عائلة ولا زالت ملتزمة دينيا، ولكنهم عائلة مثقفة، يعني بيهم شعراء رجال دين ولكنهم شعراء وأدباء، والآن قسم منهم أساتذة كليات من جيل الشباب اللي أصغر مني. نعم، إلي الشرف أني أخترق هذا وهو الفن، ليس سبة، هم متفهمين هذا الموضوع. أنا الدين هو الانفتاح، الدين هو الحياة، الدين هو الثقافة، العلم، الفكر. أنا أنتمي لعائلة من هذا النوع. أستاذ مهدي الحسيني أبو كرار، أشكرك جدا على وجودك ويانا بهذا الحوار اللطيف.
شكرا إليك وشكرا لبرنامج تراتشي وشكرا لقناة الشرقية التي أعتز أنني قد قدمت من خلالها مجموعة مهمة من الأعمال الدرامية التي هي جزء مهم من رصيدي الفني المتواضع. نتمنى لك الموفقية. شكرا، شكرا جزيلا. في أربيل أقامت المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية معرضا للفن التشكيلي حمل عنوان أوراق الخريف لعدد من الفنانين التشكيليين من الكلدان، السريان والأشوريين. على قاعة مديرية التراث والمتحف السرياني بعنكاوة ضم المعرض مجموعة منتخبة لأربعة فنانين هم لمياء محسن، أمجد شاكر، ميلاد شليمون ومايكل يوسف. جسدت أساليب فنية حديثة متنوعة تعبر عن واقع الحياة المفعم بالأمل رغم الصعوبات ومعاناة التهجير. مراسلنا في أربيل وافانا بهذا التقرير. قدمت بالمعرض عدة لوحات وعدة تقنيات خاصة بي، من ضمنها قدمت لوحة للسيدة العذراء استخدمت أسلوب الخاص واستخدام علامات الرياضيات علامة الزائد، فلو رسمت الصورة اللوحة بالكامل بعلامة الرياضيات الزائد. وقدمت الفكرة الثانية تقديم شكل مجسم مع اللوحة، هي لوحة وردة ولوحة شجرة. اللوحة اللي قدمتها بيها شيء من النحت، يعني حاولت أقدم النحت مع الرسم بطريقة جميلة يعني قدر الإمكان. اسمي مايكل يوسف، كركوك فوني مايكل أنجلو. مشارك كركوك عدة معارض يعني، بس هنا أول مرة. شاركت بخمس لوحات هنا، استعملت قلم فحم وهذا. تعبر عن حالة معينة رسمك؟ إيه يعني هو تبقى يم الرسام، يعني كل واحد عنده فكرة، يعني كل رسام عنده فكرة وطبعة وحالة حزن حالة فرح، يعني يقدر يخلي مشاعره بالرسم. أنت مشاعرك كانت بحزن ولا بفرح اللي عبرت عنها بلوحتك؟ أنا أكثر شيء حزن. طبعا هاي أول مشاركة لي بالمعرض، وأنا شاركت بخمس لوحات. أربع لوحات الرسم الجرافيك هي عبارة عن قلم أبيض ورق أسود، ولوحة اللخ هي بالقلم الرصاص والفحم. طبعا يعني كلش فرحاناني لأن شاركت يعني بالمعرض. شنو لوحاتك؟ لوحاتي عندي لوحات هي العائلة، رسم متكون من زوج زوجة وأطفال. طبعا عندي رسم الاخير رسم شخصيه إلسون مانديلا، ورسم الاخير الشخصيه طبعا تعبر عن الواقع. مديرية عامة الثقافة والفنون السريانية ارتأت ان تقيم معرض الفنون التشكيلية، وإحنا كقسم مديريات الفنون بعد التنسيق مع الفنانين والأشخاص اللي قاموا بالاختصاص بالفن التشكيلي قمنا بهذا المعرض بمشاركة أربع فنانين، اثنين هم منتسبي مديرية الثقافة والفنون السريانية، واثنين هم من الشباب اللي هم يقدمون أول معارض لهم في أربيل. كانت تجربة جديدة، 25 لوحة. طبعا بعض اللوحات جتي من كركوك لأنه هو أحد الرسامين هو في منطقة كركوك، وبقية لوحات بعد التنسيق والترتيب مع الفنانين كانت لوحات جاهزة تقريبا ما يقارب الشهرين. قد اللي شاركوا عددهم بهذا المعرض؟ أربع فنانين كانت قسم منهم أول مشاركة مثل ما قلت، واثنين هم من منتسبين المديرية وعدهم عدة معارض سابقة. طبعا الأشخاص قدموا لنا 25 لوحة، الفنانين التشكيليين. اللوحات كانت منوعة، ومنها على الفحم قسم لوحات زيتية، وقسم لوحات بالخيال والضوء خاصة بالقلم الأبيض وقلم الأسود.
احنا كمديرية الفنون كقسم اللي انا عليه اكيد بدنا نحاول ندعم الجهود الشابة، بدنا نحاول انه دائما نكون مع الشباب والكوادر والكفاءات اللي هي مختصة بهاكا ثون. طبعا هذا هو العرض الاول، لانه راح يكون عندنا عرضين في قادم الايام في دهوك وفي القوش ايضا لهذا المعرض. حبيت هاي الصور اللي كانت عالمية، اكو عندنا لوحة موناليزا مسوين كلش حلوة، ولوحات أخرى، والجماعة أكو من عندنا رسامات أكو بالمديرية العامة، هم تعبوا باللوحات وكانت كل لوحات كلش بديعة. وأني أميز هذا المعرض عن المعارض، هي المعارض اللي إحنا نسويها كلها معارض كلش حلوة وبديعة وما مقصرين وياهم، إحنا همينا كحسابيين وإداريين الكل يشارك. المعرض الذي حمل عنوان أوراق الخريف عبرت لوحاته عن أصالة الفن التشكيلي السرياني الذي يعد بالإبداع المتواصل على مر الفصول الأربعة. إلى هنا نأتي بالختام، بالمحبة والسلام، لبرنامج تراتشي ضحى مجيد. الحلقة انتهت، ملتقانا الخميس القادم. حتى ذلك الحين تقبلوا مني أنا ديما برقاوي ومن فريقي عمل تراتشي في كل مكان أحلى المنى.